هذا يقول: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ إذا كان شراؤه بالنقود فلا يجوز التقسيط، لا بد من التقابض في المجلس، ولا يتفرقان وبينهما شيء. أما إذا بيع الذهب بغير النقود، كان بيع بالبر أو بالشعير أو بالقماش أو بالسيارات أو غيرها، فلا بأس، يجوز بالتقسيط. أما إذا بيع النقد بالنقد فلا بد من التقابض في المجلس. نعم.